وبننتقل لنحكي عن الخلاف اللي حصل بين الفنانة بسمة بوسيل وصناع أغنية مين اللي بيختار الفنانة هبة توجي، من بعد ما غنتها بسمة بصوتها ونشرتها عبر صفحاتها الرسمية على انستغرام. وجاءت الأزمة من بعد قيام بسمة بوسيل بنشر فيديو كليب مصور للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد طلاقها من الفنان تامر حسني مباشرة. وأعلنت بسمة عودتها للغناء عبر هاي الأغنية، ولكنها تجاهلت الإشارة لصناع الأغنية أو إخبارهم عنها قبل ما تنشرها على صفحاتها. خلونا نشوف كيف كانت ردود الأفعال على نشر بسمة فيديو أغنية هبة توجي. أول رد كان من الشركة المنتجة للأغنية وهي شركة وتري، واللي أصدرت بيان رسمي عبر حساباتها على إنستغرام انتقدت فيه تصرف بسمة بوسيل بسبب حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأغنية. وأما المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني فرد على بسمة عبر صفحته على إنستغرام وكتب: مين اللي بيختار هي أغنية لهبة توجي وليست لبسمة بوسيل، واللي غنتها من دون حقوق ولا مهنية ومن أجل إعلان تجاري، لقد اختفت الأخلاق المهنية. أما الفنانة هبة توجي فاكتفت بإعادة نشر البيان اللي أصدرته الشركة المنتجة للأغنية شركة وتري. والله طبعا مساله الحقوق ما فيها يعني ما فيها اخذ ورد، وفي يعني هلا بعدين الاغنيه اللي بعد ما عملت عليها شويه سيرتش هاني طلعت الاغنيه من 11 سنه بمسرحيه لرحباني اسامه الرحباني، فمن المفروض يعني انه يطلعوا على الاقل يشيروا انه هيدي الاغنيه لا هي بتوجي من كلمات فلان من الحان فلان. ما يتجاهلوا يعني طبعا، خصوصا انه يعني هو حتى القوانين مسموح انه انت تغني أغنية كافر، ولكن يعني تقول لمين مغنيها وملحنها ومؤلفها، ولكن بدون تصوير يعني حتى مسألة الفيديو كليب هذه كمان تدخل بمجالات تماما. ولكن احنا نقول لبسمة نتمنى لها التوفيق. الأغنية كتير حلوة بصوتها بصراحة، بس كمان حلو أن نحفظ حقوق الناس يعني. يعني بالضبط أقصد أنه بداية لبسمة حلوة أنه ما تكون يكون فيها مشاكل، وإن شاء الله تستمر والله يعني يهدي النفوس ويصير في مفاهمة فنية وتمشي الأمور إن شاء الله.